اختلفت الأعياد في العراق خلال السنوات الأخيرة عن الفترات السابقة، وذلك ربما لغياب الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية والشعبية بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد. والله لما يجي العيد نشتري ملابس جديدة ونكشخ ونحتفل ونسوي كليجة ونسوي، بس هسه لا، ما عاد نسوي مثل قبل. شلون تحتفلون؟ هسه نحتفل، نروح على جيراننا، نسلم على جيراننا ونحتفل احتفال يعني بيناتنا. يعني ابسط من قبل؟ اي ابسط من قبل، اي والله ابسط. والله انا يعني احنا كنا ببغداد يعني شلون انه كالعائله اكثر، كاهلنا كلهم، اصدقائنا، اقاربنا. هنا مو الكل الكل يعني، بس الحمد لله حاليا اهلي موجودين، فيعني هذا الشيء الحمد لله عليه يعني. بس اكيد غير شكل انه بيتك واقاربك واصحابك، وانه انت من صغير متعلم على المنطقه وعلى الجيران. هو اكيد يعني الجمعه ببيت الجد هاي يعني ما موجوده، انه اللي تكون لازم اول يوم العيد الكل موجودين، هاي ماكو هنا يعني، هوايه ما نشوفهم بالعيد. صح، احنا هنا يعني مرتاحين، قلت لك ما قصروا ويانا يعني بشيء، بس يعني الديره مهما كانت الديره، فاحنا كل عام هناك يعني مثل هيك ايامها بنطلع نشتري ملابس، بالليل نروح على الحلاقه فنسوي كليتشه فنجهز الايام العيد. زين باول يوم شو تسوي؟ اول يوم العيد اكيد الجهال يطلعون على الالعاب، نروح على خواننا على اجدادنا، نسلم عليهم، نشوف العزيمه على منو راح توقع، اهم شيء هاي طبعا اول يوم العيد. يعني كنا احنا وصغار نجمع، مو مثل هسه بدنا يصرف ونقول له وين تودين ما يدري وين. والله احنا كنا قبل نجمع ونحضر ونهيئ نفسنا للعيد ونشتري ملابس احنا من 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 تجميعنا يعني زين، ونتواعد ويا اصدقائنا ويا يعني احنا كصغار، بس يعني بس نتمنى ان ابهاتنا ياخذونا الى بيت فلان وبيت عمتنا وبيت خالتنا وبيت جوارينا. يعني هسه اختلفت الحياه، صارت صعبه وياهو اللي يجي يدخل على الثاني.